السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج جلسة الأعمال وحديث اقتصادي صباحي عن أبرز الأحداث على الساحة القطرية والخليجية والعربية والعالمية. فقراتنا ومواضيعنا اليوم متعددة، دعونا بداية نرحب بضيوفنا ومن ثم ندخل إن شاء الله في فقرتنا الرئيسية. نبدأ بالسيد محمد الدليمي المؤسس والعضو المنتدب لشركة سكيب كاش للحلول المالية، وسيحدثنا إن شاء الله عن حلول الدفع الإلكتروني هنا في قطر. أيضا نرحب بالسيد أحمد فضلي والذي سيحدثنا عن البورصة القطرية وأبرز المتغيرات في جلسة اليوم، وسينضم إلينا أيضا السيد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات، وسنتحدث عن مؤشرات القطاع العقاري في قطر والأسعار خلال النصف الأول من العام الحالي. وسينضم إلينا أيضا من لندن السيد نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، وكلنا سمعنا عن الضربة القوية التي تلقتها أسواق المال في العالم يوم أمس جراء تعثر أكبر شركات عقارات في الصين إيفرغراند عن سداد ديون تتجاوز 300 مليار دولار وتأثير هذه الأنباء على أسواق المال. هذا ما سنناقش إن شاء الله مع أيضا السيد نهاد إسماعيل بعد قليل، ابقوا معنا. اليوم مشاهدي الكرام في موضوعنا الرئيسي نبحث في تجربة من تجارب ريادة الأعمال هنا في دولة قطر، ولكن في قطاع نادر ما يتوجه إليه المستثمرين خاصة ممن هم في بداية الطريق، وهي حلول الدفع الإلكتروني. فمنذ أيام قليلة تابعنا المؤتمر الصحفي لشركة سكيب كاش القطرية والتي انطلقت من تحت مظلة مركز قطر للمال وحصلت على تمويلها الأول من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومن ثم نجحت في جذب استثمارات جديدة إليها منذ شهور قليلة. ما هو واقع هذا القطاع الذي يشهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل قصص النجاح المحلية التي واكبها دعم وتوجيه عبر حاضنات هنا في قطر، سواء في بنك قطر للتنمية أو حاضنة الأعمال الرقمية أو واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. نرحب بضيفنا مشاهدي الكرام السيد محمد الدليمي المؤسس والعضو المنتدب لشركة سكيب كاش للحلول المالية الذي ينضم إلينا عبر سكايب. مرحبا بك سيد محمد، حدثنا أولا عن تأسيس الشركة والتمويل الأولي الذي حصلت عليه عبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وأيضا جولة التمويل التأسيسية للشركة خلال شهر أبريل الماضي. يعطيك العافية وشاكرين لكم الاستضافة. طبعاً تأسيس الشركة بدأ في شهر 1/2019، ومع بداية الشركة واحد قطر للعلوم والتكنولوجيا في مؤسسة قطر يدعمونا بمبلغ 700 ألف لتطوير المنصة. طبعاً هذا شيء يساعد للشركات الناشئة، للشركات اللي تدخل في هالمجال إنهم يطورون منتجاتهم ويدخلون في السوق القطري. طبعاً هذا الاستثمار كان بداية جيدة بالنسبة لنا كشركة، لكن الحمد لله قدرنا أن احنا نوفر جولة تمويلية ثانية بقيمة 7 مليون ريال ساعدتنا على تشغيل الشركة لمدة 18 شهر، وهذا سمح لنا نطرح منتجات متنوعة منها الدفع الإلكتروني عن طريق الجوال أو عن طريق المواقع الإلكترونية، وطرح منتجات لها علاقة بالدفع وقت التوصيل، الدفع عن طريق المسجات النصية. وهذا بشكل عام بحكم أن عملية الدفع في قطاع الأعمال
وعامل مساعد لتشغيل الأعمال بطريقة سهلة وسلسة. فهذا سمح لنا احنا ننتشر في دولة قطر خلينا نقول في فترة 10 شهور. الحمد لله كان انتشارنا كان واسع على قطاعات متعددة، وهذا سمح لنا احنا نثبت أهمية هذه التكنولوجيا في السوق القطري. سيد محمد، القيمة المضافة اليوم التي تقدمها تطبيقات الحلول المالية والدفع الإلكتروني مثل سكيب كاش، ما هي أبرز القطاعات التي تخدمها؟ الدفع هو عامل أساسي في أي عملية بيع أو شراء في السوق القطري. طبعا القطاعات اللي ساعدت فيها الدفع الإلكتروني سواء قطاعات الأكل والأغذية، قطاعات المواصلات، قطاع التعليم كمدارس، غالبا هذه عملية الدفع الإلكتروني تسهل على الناس إنه ما يحتاج إنه يروح يزور الموقع العمل أو خلينا نقول من ناحية الدفع عن بعد. فهذا يسهل على الزبون إنه يسوي عملياته بطريقة مرنة وسهلة. وهذا من جهة ثانية بالنسبة لأصحاب الأعمال عندهم مرونة في عملية تشغيل العمل نفسه من ناحية إذا هو كان داخل محل أو يشارك في منتدى أو معرض، أو أحيانا خصوصا إحنا متوقعين كأس العالم بيكون كثير من الأحداث تكون أحداث خارجية، كثير من المعارض والمهرجانات تكون خارج، يعني في معظم الناس يستمتعون في هذه الأحداث في أماكن متعددة ومتنوعة. نعم. فهذا يسمح لهم أنه ما يحتاج أنه يروح يدور له خلينا نقول ماكينة الصرف، ماكينة الATM يسحب فيها فلوس ويروح يدفع في هالأماكن. فكل العمليات ممكن يسويها عن طريق الجوال بكل أريحية. ابقى معنا سيد محمد، نستعرض معكم مشاهدة الكرام في هذا التقرير واقع صناعة التكنولوجيا المالية عالميا ومحليا. وإذا كنا نتحدث اليوم عن ثورة صناعية رابعة، فبالضرورة التكنولوجيا الرقمية هي المهيمنة على هذه الثورة بدون منازع. وقد أنتجت هذه التكنولوجيا جيلا جديدا من نماذج الأعمال وقدرة أكبر على توسيع النمو الاقتصادي، وهذا استلزم بالضرورة تصاعد مذهل لنسب استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي. نتابع وإياكم إذن هذا التقرير. إذن سوق التكنولوجيا المالية العالمية حقق نسبة نمو ما بين العام 2018 و2020 بلغت 24%، وهذه النسبة مرجحة للزيادة. نتابع أيضا، من المتوقع أن يصل حجم السوق خلال العام 2021 إلى 310 مليارات دولار في نهاية العام الحالي. أيضا الصين اليوم تعد هي أكبر سوق للتكنولوجيا المالية في العالم بسوق تبلغ قيمته 2.5 تريليون دولار، هي حجم المدفوعات الذي سجل في العام 2020. أيضا الولايات المتحدة تعد أو حصة الشرق الأوسط من السوق العالمية تصل إلى حوالي قريبة من 2%، كما ذكرنا الصين واحدة من يعني أكبر الدول، حصة الشرق الأوسط 2%، وأيضا الولايات المتحدة هي في المرتبة الثانية. للعلم بأنه طبعا أو ما هي أبرز يعني مزايا استخدام التقنيات الرقمية في القطاع المالي، أولا خفض تكاليف تقديم الخدمات وصل إلى نسبة 80% إلى 90%، وتعدى أنظمة الدفع الإلكترونية عبر الهواتف الجوالة. وطبعا ثاني المميزات هو الإنفاق على التكنولوجيا، وصل إلى 9 مليارات دولار في العام 2024. لدينا أيضا يعني من المدفوعات التي تم تحصيلها نقدا، نتحدث عن دولة قطر، وصلت إلى 52%. لدينا أيضا بالنسبة لنظام QPM للدفع، إصدار
عبر المصرف المركزي تم تدشينه في مارس من العام 2020، ونظام للدفع عبر الهاتف دعم قطاع التكنولوجيا المالية وصل إلى 40 مليون ريال رصدها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع. نعود إلى النقاش مع السيد محمد الدليمي. سيد محمد، كيف ترى استعداد السوق القطري لتقبل مثل تلك الحلول المالية للدفع الإلكترونية، وما هي أبرز القطاعات التي وجدتم تجاوبا من خلالها لتقديم تلك الخدمات؟ طبعا حاليا السوق القطري خلينا نقول البنية التحتية واللي تتكون من انتشار وسائل الاتصال، فحاليا قطر تعتبر من أول الدول اللي فيها الانترنت وصل إلى 4G و5G، فهذا يسمح للأجهزة الذكية أنها تتصل بطريقة سهلة وسريعة خلينا نقول معلومات الحسابات البنكية. إضافة إلى أن القطاع التجاري حاليا فيه الأجهزة اللي تقبل عمليات الدفع عن طريق الجوال، وهذه الأجهزة اللي تعتبر أنها تدعم خاصية عدم التلامس اللي contactless، فهذا يسمح للتكنولوجيا أنها تنتشر بشكل سريع وشكل مناسب في سوق قطر. طبعا هذه كلها استعدادات حق احتضان بطولة كأس العالم وتوفير تجربة مختلفة جدا حق الجماهير اللي راح يزورون دولة قطر. طبعا احنا الحمد لله خلال 10 شهور عدد الناس اللي نزلوا التطبيق وصلوا إلى 27,000 زبون أو عدد 27,000 مستخدم، إضافة إلى أن احنا الحمد لله عدينا يعني إن شاء الله نهاية الشهر نوصل إلى 10,000 عملية دفع عن طريق التطبيق، وهذه خلينا نقول فترة قياسية أن التطبيق قدر يحصلها خلال هالفترة، وهذا عبارة عن دليل أن الخدمة نفسها بما أنها توفر سهولة في الدفع وسهولة في متابعة المصاريف، هذا أدى إلى انتشار الخدمة. ومعظم القطاعات مثل قطاعات الأكل والمواصلات وخصوصا قطاع التطبيقات، هذا الشغل يعني هذه الخدمة جدا ضرورية لتسهيل الأعمال وتوفير آلية جديدة للمتسوقين. ما هي سيد محمد الآفاق التي يمكن أن يصل إليها تطبيق مثل سكيب كاش؟ هل هناك نية للتوسع خارجيا أو الإدراج في سوق الأوراق المالية؟ طبعا معظم الشركات التكنولوجية يكون الاستثمار فيها لبناء المنصة، والحمد لله احنا تقريبا بنينا تقريبا ما بين 30-40% من الخدمات الموجودة عندنا. في خدمات ان شاء الله راح نطرحها في 2022، وبما ان الاستثمار يكون منصب على منصة كتقنية، سهل انه ممكن ان عملية نقل التجربة إلى بلدان مختلفة. طبعا جزء من خطة الشركة أن احنا ننتقل إلى أسواق خليجية كبداية بعد في 2023 بعد كأس العالم، وجزء من الخطة أن ننتقل إلى أسواق عربية، وهذا لسبب أن لا زالت الأسواق العربية تعتمد على التعاملات النقدية كعملة ورقية، فبيكون مناسب جدا لشركة سكيب كاش انها توفر هذه التكنولوجيا لهذه الدول العربية، بحيث انه واضح يتم تحويل هذه العمليات الى عمليات رقمية. سيد محمد الدليمي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة سكيب كاش للحلول المالية، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وعلى هذه المشاركة.
أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. اليوم معنا إن شاء الله الفقرة العقارية الأسبوعية التي نسلط فيها الضوء على هذا القطاع الاستراتيجي، والذي عادة ما يتركز جانب كبير من المحفظة الاستثمارية للمستثمرين ضمن هذا القطاع. اليوم حديثنا عن تداولات القطاع خلال الشهور القليلة الماضية، والتي تشير التقارير التحليلية لنوعية الصفقات المسجلة أن هناك سيطرة للصفقات التي تتراوح قيمتها ما بين مليون إلى 5 ملايين ريال على أداء السوق، وأيضا هدوء من جانب آخر واضح على صعيد الصفقات الاستثنائية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال. ما هي المسببات وما هو المطلوب لتحفيز هذا القطاع الذي تعرض كغيره من القطاعات لتحديات كبيرة خلال الجائحة؟ نستضيف وإيانا مشاهدي الكرام هنا في استوديوهاتنا السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا. الله يسلمك. السؤال الأول، كيف تتابع اليوم الأسعار خلال فترة النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام 2020؟ كيف تشوف اليوم التغيير على مستوى أسعار الإيجارات، أسعار بيع الوحدات العقارية، أسعار الأراضي، ومدى التغيير الذي حصل عليها مقارنة بالعام 2020 النصف الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا حاليا بنرصد في القطاع العقاري توجهات مختلفة نوعا ما عن اللي إحنا اعتدنا عليه خلال الفترات الماضية. على سبيل المثال، في شهر أغسطس الشهر الماضي كان في سيطرة كبيرة جدا للصفقات الصغيرة، الصفقات اللي هي تتراوح قيمتها ما بين مليون ريال إلى 5 مليون ريال. نسبة الصفقات في خلال أغسطس مثلت حوالي 79% من إجمالي الصفقات المنفذة. هذه النسبة راجعة إلى التوجه للمناطق الناشئة في الدولة، لأنه أسعارها مقارنة على سبيل المثال بلدية الدوحة أو بلدية الريان، الأسعار أقل بنسبة 30 إلى 50%. هذا التوجه الأول اللي نرصده على مدار الشهور الماضية منذ بداية 2021 وحتى الآن. الشيء الآخر اللي بنرصده وبنلحظه بقوة هو توجه المستثمرين إلى شراء والاستحواذ على عقارات مدرة للدخل مقارنة بصفقات الأراضي الفضاء. هذا التوجه أسبابه ترجع إلى ضغط الجائحة على مداخيل الخاصة بالناس، وضغط الجائحة على أشياء كثيرة جدا وقطاعات مختلفة جدا. هذا التوجه إلى العقارات المدرة للدخل والتوجه إلى الصفقات الصغيرة ملحوظ على مدار السبع شهور الماضية من بداية العام، والآن في صفقات استثنائية بتظهر من فترة إلى أخرى. هذه الصفقات الاستثنائية تعطي مؤشر أيضا على مدى توفر السيولة الموجودة في السوق. السوق موجود في سيولة قوية جدا، لكن تنتظر اقتناص فرص محددة، فرص كبيرة لصفقات تتجاوز 100 مليون ريال وأكثر، بشرط أن هي تكون جاهزة ومدرة للدخل. وهذا التوجه ملحوظ خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا. النمو اللي موجود في القطاع، في نمو كبير في عدد الصفقات المنفذة، لكن نلحظ انخفاض في قيمة الصفقة الواحدة. على سبيل المثال، في أغسطس كان متوسط الصفقة الواحدة 4.8 مليون ريال، أما في يوليو عدد الصفقات المنفذة كان متوسط قيمة الصفقة حوالي 5.2. هذا الأمر كله يعطينا دلائل على وجود فئة جديدة من العملاء اللي ترغب في دخول السوق العقاري، لكن في متوسط سعري يتراوح من مليون إلى 5 مليون، وبشرط يكون العقار جاهز. وهذا الأمر يعطينا أيضا رؤية إن الاستحواذات على هذه العقارات سواء لأغراض السكن الخاص أو أغراض التأجير، بسبب الحدث الكبير اللي عندنا في 2022 تنظيم قطر لكأس العالم. هذه المؤشرات كلها تعطي زخم للقطاع، لكن ما زال القطاع إلى الآن تحت الضغط. ماذا بالنسبة للمعروض اليوم؟ ما زلنا نشهد حركة نشطة في البناء وفي كل الأصعدة، أغلبها طبعا الشقق السكنية. هل هناك طلب يوازي هذا الارتفاع في طرح الوحدات من قبل المطورين العقاريين؟ الإجابة المختصرة لا. احنا حاليا بنعاني في خلال الأربع خمس سنوات الماضية من اختلال موازنة العرض والطلب، فبالتالي المعروض على مدار الخمس سنوات الماضية يفوق بمراحل الطلب اللي موجود. توجه الدولة لإصدار القوانين المحفزة للاستثمار في القطاع العقاري بالنسبة لملاك العقار غير القطريين كان الهدف منه هو امتصاص جزء كبير من هذا المعروض المتوفر في السوق. ما زالت الأسعار عالية، وما زال الطلب اللي موجود أقل بكثير جدا من المعروض، وما زالت، وهذا شيء
يحتاج الكثير من العمل، ما زال الرخص، عدد الرخص الممنوحة الجديدة لإنشاء وتطوير وبناء مشاريع عقارية تفوق بكثير جدا الطلب المتوقع خلال الفترة الماضية. فهذا الأمر الاختلال ما زال مستمر، ما زال مستمر. صحيح تحسنت بعض المؤشرات فيما يخص الإيجارات الوحدات خصوصا بعد مبادرة لجنة المشاريع والإرث بالنسبة للوحدات الإيجارية، لكن ما زال هناك اختلال في الطلب والعرض، وللأسف هذا الاختلال الفجوة تزداد لا تقل. التمويلات العقارية بالنسبة للوحدات اللي موجودة محدودة، تملك الأجانب بالنسبة للقطاع واستفادتهم من القانون ما زال محدود، وما زال المعروض في السوق أكثر بكثير وتجاوز الطلب. وإحنا كنا رصدنا من قبل، صح، إحنا في عندنا الفجوة ما بين العرض والطلب في السوق الآن حوالي 80,000 وحدة عقارية موجودة في الثروة العقارية الموجودة في قطر، وهذه النسبة من الآن إلى كأس العالم هتزداد بمقدار تقريبا 20 إلى 25,000 وحدة، وحدات جديدة، وأيضا الضخ مستمر في التراخيص الجديدة. هذا الأمر كله مسبب ضغط كبير جدا على القطاع وعلى المتوسطات السعرية وعلى أيضا التمويلات العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف إلى مطورين العقار. جزء كبير من هذا الأمر راجع أيضا إلى محدودية عدد المطورين العقاريين المؤهلين في السوق في قطر. نحن نتكلم عن مطورين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحد. هذا الأمر يجب النظر له كرؤية متكاملة. سيد محمد فارغ، لي أعود إليك. إذا ما كانت التجربة الماضية أثبتت بأنه هناك منتجات غائبة في السوق العقاري القطري من ناحية المساحات، من ناحية الجودة، من ناحية أيضا الأسعار، بالضرورة هي العامل الأبرز في استقطاب شريحة معينة، هي الأكبر تعتبر اليوم في من المجتمع هنا في دولة قطر. دائما نركز على أنه أرخص عقار موجود اليوم في الدولة لا تقل قيمته عن 1,300,000 أو 1,500,000 بمساحات لا تزيد عن 60 إلى 70 متر لهذه الوحدات. ما المانع اليوم للمطورين العقاريين في طرح وحدات تصل قيمتها كما هو معمول فيه في دول أخرى، يعني إلى 600 إلى 500 ألف ريال نتحدث، من باب استثماري هي جيدة وحتى للعيش، يعني أن تعيش فيها اليوم. مساحات 60 متر أو 70 متر لا تكفي لعائلة مكونة من 3 أو 4 أشخاص، هذا أولا، وثانيا السعر الذي يصل إلى 1,500,000. ما هي المشكلة في أنه المطورين يطرحوا هذه الأسعار؟ هل كلفة البناء وسعر الأرض يبرر هذا التصرف؟ طبعا جزء كبير من هذه المشكلة سببه ارتفاع قيم الأراضي، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه الآن المطورين نفس ما تكلمنا عددهم محدود، و هؤلاء المطورين في النهاية هي شركات استثمارية، فلا نستطيع أن نطالب بجزء مجتمعي بتوفير عقار مناسب لشريحة عظمى من الناس الموجودين. الأمور كلها هي أمور أرقام واستثمارات. الدعم لازم يأتي من الجهات الحكومية لتوفير أراضي لمطورين لبناء مساكن متوسطة اقتصاديا وفي متناول الجميع، وهذا الأمر نرصده في أسواق أخرى ممكن نقول عليها أسواق منافسة لسوق العقار القطري، أنه كان في توفير أراضي بأسعار جدا مبسطة، وكان في دعم بالترفيه والبنية التحتية لهذه الأراضي، فبالتالي المطور فقط عليه الإنشاء والبناء. كذلك الحكومات تدخلت في تعيين على سبيل المثال لجان أو جهات للمشاريع المتعثرة، فهذا الأمر بيعطي ثقة كبيرة جدا بالنسبة للمستثمر الصغير، لأنه النهاردة المستثمر
كلما قل حجم استثماراته كلما كان تجاربه أقل بالنسبة لقطاع العقار ومصداقيته والثقة اللي عنده في الاستثمار في هذا القطاع ضعيفة. يجب أن نحن نعضد ونزيد من هذه الثقة اللي موجودة. الآن على سبيل المثال في مدينة لوسيل هناك العديد والعديد من المشاريع السكنية المطروحة، لكن هل المشاريع هتكتمل؟ يتوقف الأمر على المطور وعلى قدرته الشخصية وعلى قدرته الفردية. طيب في حال تعثر مشروع من المشاريع، الإجراء اللي المفروض يتخذ لم يسبق هذا الأمر. فهذا جزء من انعدام يعني في ثقة غائبة موجودة ويجب أن يتم فرضها هذه الثقة. لكن السوق الآن مؤهل ومهيئ لاستقبال منتجات عقارية في متوسط مستوى متوسط، نعم في طلب على هذا المنتج، نعم هذا منتج غائب عن السوق، نعم وهذا المنتج طيب. أيضا غائب عن المستثمر اليوم الأجنبي. سيد محمد عم تشوف تلك العروض التسويقية التي لم نشهدها في العامين الماضيين وقبله من قبل الشركات بالترويج للوحدات والمشاريع العقارية الجديدة، والترويج أيضا لكيفية آليات وبرامج ليس التمويل وإنما بالتقسيط ومباشرة عبر المطور العقاري، وهذا أمر ممتاز أن نشهد هذا التنافس الحاد على في الساحة العقارية القطرية في أمر لم نعهده من قبل. لكن كما ذكرنا جميلة هذه العروض وعلى امتداد سنوات طويلة، ولكن يبقى السعر، هذه هي المشكلة إنه الأسعار ما زالت مرتفعة جدا. أنا لي نظرة مختلفة لهذا الأمر. كلما زادت العروض التسويقية وزادت مدد التمويل ده مؤشر على مشكلة كبيرة جدا في هذا القطاع، ولا أتكلم فقط عن قطر، في أي دولة في العالم إذا زادت مدة التمويل الممنوحة على المطور مباشرة للمشتري وقلت نسب الدفعات المقدمة، هذا الأمر يعطيك دلالة إنه القطاع يعاني، في معروض كثير جدا، فبالتالي في تنافس ما بين المطورين لترويج الوحدات بشكل سريع، فبالتالي بيبدأوا يتنافسوا في العروض الاستثمارية اللي موجود، وده مؤشر خاص بالثقة. الدول المتقدمة عقاريا لا يوجد فيها هذا النظام. على سبيل المثال في بريطانيا لا يوجد تقسيط أو فترات سداد على المطور أبدا، بل بالعكس القطاع التمويلي هو من منوط بتوفير التمويلات. على سبيل المثال إذا رغبت شراء عقار في بريطانيا عن طريق التمويل، فبالتالي أنت بتقوم بدفع دفعة للمطور، هي دفعة مقدمة 10%، وتستطيع الحصول على تمويل من البنوك بضمان العقار، وهذا شيء مهم جدا نفتقده هنا، بضمان العقار وعلى مدة تصل إلى 25 سنة. فبالتالي المطور في أقل فترة زمنية بنى العقار، سلم العقار، استلم الأموال الخاصة به من البنك وبحث عن فرصة استثمارية جديدة، والعميل استفاد بفترات تمويلية تصل إلى 25 عام. التمويل المباشر أو الأقساط المباشرة ما بين العميل والمطور تعطي دلالة على مشكلة في هذا القطاع، دلالة على معروض أكثر من الطلب، فبالتالي في تنافس ما بين المطورين. واضح. موضوع طويل إن شاء الله نعود إليه في إن شاء الله برامجنا القادمة. مشاهدي الكرام نشكرك جزيل الشكر السيد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا على هذه المعلومات، شرفت. شكرا. إلى روان إسماعيل مشاهدي الكرام وموعد أولى نشراتنا الاقتصادية، فإلى هناك. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة والجديد من الأخبار الاقتصادية، لكن أولا نبدأ بالعناوين. وكالة فيتش تتوقع نمو عوائد السياحة الدولية لقطر إلى أكثر من 31 مليار ريال العام الجاري. الفوائد التأمينية للشركات التكافلية في الدولة تسجل 149 مليون ريال العام الماضي. أهلا بكم. توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سولوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تحقق دولة قطر نموا في عوائد السياحة الدولية عند مستوى 31 مليار و260 مليون ريال خلال العام الجاري،
على أن يستمر زخم النمو وصولا إلى 67 مليارا و340 مليون ريال العام المقبل. هذا وقد منحت فيتش نظرة مستقبلية مستقرة لقطاع السياحة القطري. أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وشركة بي دبليو سي قطر الدليل الضريبي والقانوني لممارسة الأعمال في قطر 2021، والذي يقدم نظرة عامة شاملة عن بيئة الأعمال المواتية في قطر. هذا وقد تم إطلاق الدليل خلال جلسة انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئية بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ومركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة. وأوضحت الوكالة أن إصدار هذا الدليل جاء في أعقاب التطورات الضريبية والقانونية والتنظيمية الأخيرة التي شهدتها الدولة، والتي ساهمت في تعزيز مكانة قطر كمركز استثماري عالمي. أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد الثاني رئيس غرفة قطر بمعرض ابن بيتك وما يقدمه من خيارات فريدة للتكنولوجيا المتطورة والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي ومواد البناء وغيرها من الأمور المتعلقة بقطاع البناء، لافتا إلى أن مشاركة نحو 150 شركة محلية في هذا المعرض يعكس رغبة هذه الشركات في تقديم خبراتها وخدمتها لمساعدة المواطنين في بناء بيوتهم. في موضوع آخر، أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن الفوائد التأمينية لشركات التأمين التكافلي في دولة قطر قد بلغت 149 مليون ريال العام الماضي. وكشف التقرير أن إجمالي موجودات هذه الشركات العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي قد بلغ 4 مليارات و100 مليون ريال العام الماضي. حصد البنك التجاري جائزة أفضل بنك رقمي في قطر للعام الجاري من قبل مجلة إيشيا ماني للسنة الثانية على التوالي، مضيفا بذلك جائزة جديدة إلى سلسلة الجوائز التي حصل عليها مؤخرا. وكان لتركيز البنك التجاري على الابتكار في المجال المصرفي الرقمي الأثر الكبير في حصوله على عدد من الجوائز خلال العام الحالي، ومن ضمنها جائزة أفضل بنك في قطر من قبل مجلة يورو ماني وكذلك مجلة جلوبال فاينانس. من جهة أخرى، حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر ضمن جوائز إيشيا ماني لأفضل البنوك في الشرق الأوسط لهذا العام. وحصل المصرف على هذه الجائزة بعد تقييم دقيق لمنتجاته وخدماته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووسط ارتفاع لوتيرة المنافسة بين البنوك في السوق المحلية. تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات ثالثة جلسات الأسبوع بنحو 0.3% ليصل في بداية تداولات اليوم عند مستوى 11145 نقطة، فيما سجلت أحجام التداول أكثر من 33 مليون سهم بقيمة نهزت 68 مليون ريال. وبالانتقال للأسواق العالمية، أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الأمس على تراجع ملحوظ في نهاية التعاملات، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 2% عند 33970 نقطة، كما انخفض اس ان بي 500 بنحو 1.17% عند 4357 نقطة، وانخفض ناسداك بنسبة 2.25% عند 14713 نقطة. أيضا في البورصات الأوروبية، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.7% ليسجل 454 نقطة، كما تراجع فوتسي 100 البريطاني بنحو 19% مسجلا 6903 نقاط، وهبط داكس الألماني بنسبة 2.5%، فيما انخفض كاك الفرنسي بحوالي 1.17% إلى 6455 نقطة.
في اليابان انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو، وهبط نيكاي بنحو 1.5% عند مستوى 30,021 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 1.17% عند مستوى 2065 نقطة. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية التعاملات بفعل الموجة البيعية في الأسواق العالمية والتي أضرت بالأصول الخطرة. وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر تراجعا بنحو 1.19% عند 73 دولارا و92 سنتا للبرميل عند التسوية. كما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 2.3% ليسجل 70 دولارا و29 سنتا. في المقابل ارتفعت أسعار الذهب عند الإغلاق مع تداعيات مخاوف تعثر شركة إيفرغراند الصينية عن سداد ديونها على الأسواق العالمية. وعند التسوية صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 17% ليسجل 1763 دولارا و80 سنتا للأوقية. بأخبار الذهب إذن مشاهدينا نختم هذه النشرة، ومجددا نعود للزميل مروان ومتابعة جلسة الأعمال لهذا الصباح. تفضل مروان. شكرا لك يا روان. ومشاهدة الكرام، ننتقل إلى جلسة اليوم في البورصة القطرية ونستعرض كيف جاءت افتتاحية الجلسة. خلونا نشوف الجلسة كيف كانت بدايتها. 11,147 نقطة المؤشر العام في هذه اللحظات، 27% في المئة. وكما نعلم تأثيرات القادمة من الصين تؤثر بقوة على أداء الأسواق العالمية، والتي سنتابعه بعد قليل. أحجام تداول حتى اللحظة 54 مليون ريال، قيمة هذه الأسهم 117 مليون ريال قطري مع تنفيذ 2717 صفقة. نذهب إلى أداء القطاعات كما نتابع وإياكم. انخفاض في العقارات، انخفاض في الصناعة والتأمين، وأيضا البنوك والخدمات المالية. شوف باقي القطاعات، البضائع والخدمات الاستهلاكية 22%، النقل والاتصالات وحيدا مرتفع ب 13%. أما الشركات الأكثر ارتفاعا، فودافون حوالي 3.4%، استثمار القابضة حوالي 14%، المصرف الإسلامي ارتفاعات طفيفة والملاحة كذلك. أما الشركات الأكثر انخفاضا، سعيد في الصدارة مع أكثر من 2%، صندوق الريان حوالي 2%، بنك قطر الأول 1.3%، وشركة بلدنا 1.3%. أما الشركات الأكثر من ناحية النشاط، بلدنا 14 مليون ريال و553 ألف، شركة بنك قطر الأول 15 مليون، بلدنا 14 مليون، كيو أم بي 11 مليون و505 ألاف، واستثمار القابضة 10 مليون و67 ألف ريال. وللمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام، نذهب مباشرة إلى البورصة القطرية، ومعنا من هناك السيد أحمد فضلي. أحمد فضلي، اليوم صباح الخير أولا. كيف يمكن أن نربط اليوم ما يجري في السوق؟ يعني هل هو انخفاض تصحيحي للارتفاعات التي سجلت خلال الأسبوع الماضي وخلال الأسبوع الحالي أيضا، والمستويات القياسية التي سجلت، أم الأمر مرتبط مع ما يجري في الصين وإعلان إفلاس، شبه إفلاس دعنا نقول، لثاني أكبر الشركات العقارية هناك؟ نعم، في البداية صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين مروان. طبعا في الحقيقة يمكن القول أن العاملين هما اللذان كانا ضاغطين على مؤشر بورصة قطر، سواء خلال تعاملات يومي أمس الاثنين أو حتى خلال بداية تعاملات هذه الجلسة.
طبعا المؤشر بلغ مستويات قياسية، اخترق مستوى المقاومة الذي كنا نتحدث عنه عند مستوى 11200 نقطة في جلسة يوم الأحد، ومستهل الجلسة على غرار أو على خلاف العادة. طبعا كان هناك يعني أداء جد إيجابي للمؤشر، وبالتالي كانت هناك عمليات جني أرباح لاحظناها مع بداية افتتاح جلسة يوم أمس، ومن ثم بعد الأخبار الواردة من المتعلقة بشركة إيفري جراند بالنسبة للشركة الصينية التي أعلنت عن تعثر سدادها لديون تتجاوز تقريبا 300 مليار دولار أمريكي، ولاحظنا الانخفاضات القوية والضغوطات الكبيرة على الأسواق الصينية وحتى الأسواق الآسيوية بشكل كبير، ومن ثم انتقلت هذه الموجة حقيقة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. عامل ثاني مهم كان كذلك هو محرك للانخفاضات سواء على الأسواق العالمية أو حتى بالنسبة للسوق المحلي، وهو أنظار أغلب المستثمرين وكبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية تتجه خلال الـ 24 ساعة المقبلة نحو اجتماعات أكثر من 16 بنك مركزي مؤثر في السياسة النقدية العالمية. نتحدث عن اجتماع الفيدرالي الأمريكي والذي ربما قد يرسم خريطة الطريق خلال الفترة المقبلة، إن كان سيكون هناك يعني تخفيض على مستوى شراء الأصول ورفع نسب الفائدة في إطار عملية إيقاف عملية التسيير والتحفيز الكمي التي لاحظناها تيلة السنة الماضية، أو كذلك يعني ربما محافظة على مستويات الشراء ومواصلة يعني نفس النهج الذي رسمه خلال الفترة الماضية. وكذلك هناك بنوك أخرى في المنطقة الأوروبية ستعقد اجتماعاتها، وعلى رأسها طبعا البنك المملكة المتحدة وسويسرا، وكذلك البنك المركزي الياباني الذي يؤثر كذلك بدوره على السياسة النقدية العالمية بحكم أنه من أكبر الاقتصادات. فبالتالي كان هناك يعني مجموعة من العوامل المتجمعة ضغطت على الأسواق العالمية وانعكست على السوق المحلي. نعم، لم يبقى أحمد إلا أيام معدودة على بدء موسم إفصاحات الشركات عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري. دعنا نستعرض توقعات أداء أربع شركات من القطاع البنكي، ونبدأ مع كيو أم بي والبنك التجاري. ما هي توقعاتك بشأنهما؟ طبعا بالنسبة لمجموعة بنك قطر الوطني اللي لاحظنا خلال الستة أشهر من العام الجاري يعني حققت مستويات أداء جد متميزة، نتحدث عن نسبة نمو تقريبا تجاوزت 6%. البنك حقق إيرادات تشغيلية جيدة، حقق صافي عمولات وإيرادات من العمولات والرسوم خلال ستة أشهر من العام الجاري بمستويات تعتبر قياسية قياسا على نفس الفترة من العام الماضي. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذا المتغير، ومتغير حقيقة كان سجل في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري وتحديدا في منتصف يعني الربع الثالث، وهو الإعلان عن زيادة نسبة التملك بالنسبة للأجانب إلى مستوى 100%، ولاحظنا الزخم الكبير الذي حظي به سهم مجموعة بنك قطر الوطني خلال الفترة الماضية من استقطاب تدفقات نقدية جيدة. نفس الشيء بالنسبة للبنك التجاري الذي نجح في العودة إلى مستويات ربحية جد متميزة، ولاحظناه يخرج خلال الفترة الماضية إلى الأسواق العالمية ويعزز من مكانته سواء من خلال طرح سندات أو حتى جمع مجموعة من المبالغ التمويلية، والتي كان لها الأثر الإيجابي على دعم مكانة رأس المال وزيادة الأنشطة وتوسع المستوى. ماذا بشأن مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان؟ هل سيواصلان النمو أيضا على صعيد الربحية خلال الربع الثالث؟ طبعا عادة البنوك الإسلامية تعاودنا في ظل الضغوطات وحتى التحديات على مواصلة تحقيق أداء جيد، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الماضية وحتى خلال 2020 يعني في ظل تحديات كورونا، كانت البنوك الإسلامية هي الأكثر مستفيدة من الفرص الاستثمارية التي طرحت خلال الفترة الماضية. ولا ننسى هنا يعني التوسع الاستثماري الكبير لهذه البنوك وتوسعها في تقديم أنشطة تمويلية بعوائد تعتبر جيدة، وبالتالي كان هناك يعني ارتفاع. في المحصل يمكن القول هنا هناك أربع عوامل ستدفع القطاع البنكي والمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي تواصل ارتفاع العمولات وتواصل ارتفاع الأداء التشغيلي والتمويلي بالنسبة للبنوك.
ولو شهدت مؤشرات كما تابعنا مشاهدي الكرام الأسواق العالمية تراجعات حادة في مسهل تعاملات الأسبوع مع تأثرها بتعثر أكبر شركات عقارات في الصين عن سداد ديون تتجاوز 300 مليار دولار، وبدأت المؤشرات السلبية بأداء أسواق آسيا مع تراجع مؤشر هونغ كونغ بنسبة 4%، وتراجعت هانغ سينغ للعقارات لأدنى مستوى منذ العام 2016 مع تخوفات من أن تنتقل عدوى التخلف عن سداد الديون لبعض الشركات الأخرى وتأثير تلك التطورات على مستقبل النمو الاقتصادي للصين، حيث تطال تلك الأزمة قطاع البنوك الذي شهد أكبر نسبة تراجعات خلال تعاملات اليوم. وانتقلت عدوى التراجعات لمؤشرات الأسواق الأوروبية، وكما تابعنا أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الاثنين على تراجع ملحوظ مع خسائر الأصول الخطرة حول العالم جراء المخاوف المرتبطة بشركة إيفرغراند. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من لندن السيد نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي. سيد نهاد مرحبا بك، هل بالفعل تهدد شركة إيفرغراند الصينية وهي أكبر شركة عقارية في العالم الاقتصاد العالمي الآن بأزمة مالية جديدة؟ نعم، ولكن يجب القول أن لن نرى ما حدث 2008 و2009 من انصهار مالي عالمي سيتكرر هذه المرة، لأن أزمة إيفرغراند يمكن احتوائها محليا، تستطيع الحكومة الصينية أن تحتوي الموضوع بإعادة هيكلة هذه الشركة وربما دفع المستحقات نيابة عن الشركة للبنوك واستعادة الثقة بالسوق. هذه الشركة استقرضت مبالغ طائلة بداية من أغسطس عام 2020، وكان هناك موجة كبيرة في المجال العقاري والتطوير والبناء، لأن هناك تفاؤل أن الكورونا قد انتهت وتم احتوائها، والطلب المواطنين الصينيين على العقار كان يرتفع بشكل كبير. الصين فيها طبقة وسطى وطبقة ثرية كبيرة جدا تحصى بالملايين. هذه موجة الديون بدأت ترتفع بشكل كبير، وصلت إلى حوالي 2 تريليون يوان صيني، أي 305 مليارات دولار، ولكن السيولة بدأت تجف وتتراجع، وإيفرغراند فشلت في تسديد المستحقات أي دفع الفائدة وخدمة القرض. لذلك المفروض أن تدفع حوالي 100 مليون دولار هذا الأسبوع، لن تستطيع أن تدفعها. وهذا الخبر طبعا أثر على أسواق الأسهم العالمية. أمس أحد الصحف البريطانية وصفت الوضع أنه حمام دم مالي والمجزرة لم تنتهي، ووصلت العدوى إلى أوروبا حيث رأينا هبوط في أسهم أهم 100 شركة بريطانية اللي على مؤشر الفاينانشال تايمز 100 FTSE 100 نزل 1.5%. مؤشرات أوروبا ستوكس 600 والداكس الألماني والكاك الفرنسي كلها نزلت بحدود 2%. نعم. حتى نيويورك وول ستريت لم يهرب من المشكلة، حيث نزلت داو جونز والإس أم بي 500 وكذلك نزلت بين 2 إلى 3%. سيد نهاد، لكن اليوم الأسواق تترقب للسيناريوهات المطروحة للآن أمام الحكومة الصينية لتلافي تحول أزمة إيفرغراند إلى كرة ثلج كبيرة قد تطيح بالنمو الذي بدأ الاقتصاد العالمي بتحقيقه بعد ضغوط قاسية عانى منها وما زال يعاني بسبب الجائحة. نعم نعم، الآن جولدمان ساك البنك الاستثماري الاستشاري الأمريكي الذي له نفوذ كبير في أسواق العالم المالية اقترح أمس على الحكومة الصينية أن تدخل تدخل سريع لإيقاف النزيف، نزيف الدم في هذه الشركة، وتجميد هذه الديون، إعادة الهيكلة، وربما تحمل بعض المسؤولية، أي دافع الضرائب الصيني
سيعاني وسيحاول إنقاذ هذه الشركة، لأنها إذا أفلست إفلاس كبير سيكون هناك chain reaction، أي رد فعل متسلسل يطول شركات المواد بناء مواد البناء، شركات اللوجستيات، وكذلك المصارف التي تشتغل في مجال العقار، وكذلك المستثمرين الذين اشتروا أسهم هذه الشركة وتهافتوا عليها عام 2009 عندما طرحت في الطرح الأولي، والآن أسعار أسهم هذه الشركة أقل من 2009، وخسرت على مدار السنة حوالي 84% من قيمتها السوقية، فهو وضع خطير يتطلب تدخل حكومي أو تدخل عدد من الشركات والبنوك لتشكيل ما يسمى حملة إنقاذ سريعة، ليس فقط لإعادة الثقة للسوق، بل للتأكد من أن شركات أخرى لا تواجه نفس المصير، لأن البنوك الآن تعيش في حالة من الذعر، وقد تحاول أن تضغط على الذين أخذوا قروض بالدفع بسرعة أو دفع الفائدة بسرعة، وهذا طبعا صحيح. له تأثير لكن كبير. السؤال سيد مهاد اليوم، هل تثقون بالحكومة الصينية وإجراءاتها السريعة للحيلولة دون تفاقم الأمر بالنسبة لشركة العقارات الثانية من ناحية الأصول وأكبر ثاني شركة عقارية في الصين؟ سؤالك أستاذ مروان يوضح أهمية التدخل الحكومي من قبل الصين لإنقاذ هذه الأشياء من الإفلاس التام، لأن الضحايا سيكونوا بعشرات الآلاف من المستثمرين وكذلك من الذين اشتروا عقار من هذه الشركة، لأن هذه شركة هامة جدا، حتى اسمها إيفرغراند تعني العظيم الدائم أو الشركة العظمى الدائمة، لذلك هي شركة هامة، ولكن التداعيات قد وصلت إلى أوروبا ووصلت إلى الولايات المتحدة ووصلت حتى إلى الدول المجاورة في آسيا، لذلك احتواء الأزمة بسرعة أهم موضوع هام جدا، وهذا يتطلب تدخل حكومي سريع ووضع رزمة إجراءات، وسيتم معاقبة 6 مدراء كبار يقولون أنهم مسؤولون عن هذه الأزمة، لكن الوقت الآن ليس من هو المسؤول عن الأزمة، الوقت الآن هو ما هي الأزمة وكيف نجد الحلول السريعة. واضح سيد مهاد، ليس فقط واضح. السوق ولكن أسواق العالم تأثرت أيضا سلبا. أشكرك جزيل الشكر السيد نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، كنت معنا من لندن، شكرا لك على هذه المشاركة. في الختام مشاهدي الكرام نشكركم على طيب متابعتكم ونلقاكم بخير بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.